دخلت الامتحان وقابلت سؤال في البابل شيت او الام اس كيو مش عارفه، هتتصرف ازاي؟ هموت الحقوني بالمحاليل. اصحابي كلهم داخلين بسماعات وهيجيبوا على مني. قالوا يا اسطى الاجابه ايه مش سامع. ازاي اتغلب على مشكله التوتر جوه الامتحان؟ الاول على الجمهوريه، ازاي اتعامل مع ورقه البابل شيت او الام اس كيو مش هقول لك تقفلها بس تضمن ان انت تجيب فيها درجه كويسه وتاخد حقك 100% باذن الله. هل اراجع بعد كل امتحان ولا لا؟ انا في غيري مراجع 4-5 مرات وانا لسه ما خلصتش مراجعه واحده، هل هلحق؟ يبقى اتصرف ازاي في الاسئله المقاليه؟ عايز اقول لك ان الطرق اللي هقولها لك في الفيديو ده ازاي تتصرف جوه الامتحان عمرها ما خذلتني سواء في الثانويه او في الكليه بفضل الله. اوعدك ان انت هتكمل الفيديو هتستفيد ان شاء الله، سواء للثانويه العامه نظام جديد او للجامعات. اول حاجه عايزك تقرا كل سؤال على الاقل مرتين عشان ممكن تغيير كلمه واحده في السؤال يغير الاجابه النمطيه اللي انت حاططها في دماغك للسؤال ده. مش محتاج اقول لك ان انت تظل الرقم جلوسك كويس جدا، مش مجرد شخبطه وخلاص. في الاسئله المقاليه ما تطلعش بره المستطيل او المربع المحدد ليك. جماعه اللي حابب يقدر تعبي او يشجعني يا ريت يعمل لايك للفيديو ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس، واوعدك ان انت حتى في الفيديوهات الجايه هتستفاد. مش محتاج اقول لك ان انت ما ترسمش طبعا في ورقه البابل شيت اي علامه سواء قلب او نجمه وانت بتفكر او سرحان، عشان دي بيعتبروها اللي انت بتميز ورقتك. عايزك كنت بتظلل الاجابه في ورقه البابل شيت تتاكد ان رقم السؤال اللي انت بتظلله دلوقتي هو رقم السؤال اللي انت بتجاوبه، عشان حرفيا لو نسيت سؤال مكان سؤال هتبهدل الورقه كلها. عايزك تحل الاول في البوكلت وبالخطوات عشان لو عملت تظلم لا قدر الله يرجع لك حقك. طبعا لو هتحل في البوكلت الاول وبعدين تنقل الاجابات في البابل شيت تاكد ان انت يكون معاك ساعه، والساعه دي طبعا ما تكونش سمارت ووتش. تسيب وقت اللي انت تظلل الاجابات في البابل شيت. لازم يا جماعه تاخدوا بالكم من النقطه دي عشان في ناس بتقضي وقتها كله في ورقه البوكلت وتنسى اصلا ورقه البابل شيت في الاخر. طبعا مش محتاج اقول لك ان انت تنزل الامتحان وانت مصلي ورضا الوالدين يا جماعه بعد رضا ربنا سبحانه وتعالى. حرفيا لو والدك ووالدتك راضيين عنك هتلاقي بيبان الدنيا بتتفتح في وشك وربنا سبحانه وتعالى بيلهمك الاجابه. لو قابلك فكره صعبه في الامتحان وانت معاها مرتين وثلاثه لقيتها هتاخد وقت كبير، عايزك تتعلم عليها بس بالقلم الرصاص وحرفيا تكمل الامتحان كانك اصلا ما واجهكش اي حاجه صعبه، وتاكد وتيقن ان انت في الاخر هيبقى عندك وقت، عندك ثقه في ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى هيلهمك الاجابه الصح وتعرف تحله في الاخر. جماعه طبعا في الاسئله المقاليه حتى لو انت مش عارف الاجابه عمرك ما تسيبها فاضيه، حرفيا انت عارف كلمه حتى في السؤال اتكلم عن الموضوع، اتكلم حرفيا عن اي حاجه تخصها، المهم ان انت ما تسيبهاش فاضيه، اقل ممكن تاخد نص الدرجه. والناس اللي كل لما تخلص مراجعه ماده تصورها وستوري ناو بقى والكلام ده كله، يا جماعه يعني ده مش وقت خالص، خاف على نفسك من العيون، الانظار كلها عليك دلوقتي. طبعا في المواد الاساسيه في اسئله مقاليه بتبقى متدبسه مع ورقه البابل شيت، خلي بالك منها بجد انها تتقطع او هكذا. طبعا الدعاء حتى لو ربنا سبحانه وتعالى كاتب لك درجه قليله وانت قعدت تدعي وتلح كتير في الصلوات وهكذا، حرفيا ربنا سبحانه وتعالى قادر ان تجيب مجموع عالي جدا وتدخل كليه احلامك باذن الله سبحانه وتعالى. طبعا كتاب المفاهيم هتستلمه اول ما تدخل اللجنه مع البابل شيت والبوكلت. وانت بتظلل الدايره في البابل شيت حاول ان انت ما تطلعش براها، مش هتبقى مشكله قوي طبعا. بس ليه برضو هل اراجع بعد الامتحان او لا؟ بلاش تراجع بعد الامتحان على طول مع اصحابك او هكذا، فاهم؟ مفيش حد بيبقى متاكد من الاجابه اصلا، ان المدرسين نفسهم بيبقوا محتارين في الاجابات وبيتناقشوا فيها، فعارفين الاجابات اللي بتنزل بعد الامتحان بساعه او ساعتين دي بتبقى غير موثوقه المصدر اصلا، بتبقى اجتهادات شخصيه ومش مصدر قوي اللي انت اصلا تعتمد ان دي الاجابه الصح، فعارفين استنى لاخر يوم بالليل او كده بينزل الاجابات الصح فعلا. في نقطه اصلا ان انت تراجع عموما بعد الامتحانات او لا، فعارفين انت لازم تراجع عشان تعرف حقك، حتى لو انت مش بتحب كده لازم تعرف حقك، تشوف توقعاتك وتقارنها بالدرجات اللي هتطلع لك، ان شاء الله تكون الدرجات اكتر مما تتوقع، بس انت بتعمل حساب كل الظروف. فنقطة مهمة جدا ان انت حرفيا لما تدخل اول امتحان ادائك فيه ما كانش قد كده غلط، ما تخلوش عائق انت تكمل بشكل وحش في باقي الامتحانات. داخل الامتحانات في الثانويه الاول على الجمهوريه مش شايف حد قدامي حرفيا، وده مش غرور، كان ثقه في ربنا سبحانه وتعالى انه مش هيخذلني عشان انا ما سبتش حاجه لو عملتها. لكن في اول امتحان عربي غلطت في اتفه سؤال في الثانويه العامه كلها، حرفيا انا نزلت اليوم ده ساعه او ساعتين، بس عايز اقول لك ان حته اللي انا غلطت في اول امتحان ده اداني دافع ان انا اكمل في باقي الامتحانات كلها من غير ما اغلط ولا غلطه بفضل الله سبحانه وتعالى. حرفيا يعني خلاص يعني ضيعت حلم الاول على الجمهوريه، في حلم تاني اللي انا ادخل طب. انت حرفيا اي امتحان تحل فيه مش احسن حاجه، خلي دوت دافع ليك اللي انت هتتمسك بحلمك اكتر، واللي انت في الامتحانات الجايه هتحل احسن من الامتحان ده. اهم حاجه هي مشكله التوتر. انا عايزك حرفيا لو انت بارد في الحقيقه تبقى ابرد في اللجنه، لكن التوتر والخوف اللي انت تغلط بدرجه متوسطه دي حاجة جميله جدا. التوتر والخوف الزايد جدا حرفيا ممكن يضيع مستقبلك لا قدر الله كله. حرفيا ناس كتيره جدا كانوا ممتازين
وانت متوقع لهم مركز اول، كانوا معظمهم هم بنات حرفيا جوه اللجنه. هموت الحقوني بالمحاليل في نفس الوقت اللي كان ورايا في اللجنه حرفيا وقف اللجنه في نصها وقال انه مش هيكمل الامتحان غير لما المستر او المراقب يجيب له شاي. دول مثالين عكس بعض، فانا مش عايزك بارد جدا ولا متوتر وخايف جدا، لا انا عايزك متوتر وخايف ان انت تغلط بدرجه متوسطه. دي حاجه حرفيا هتخليك مهتم، واللي انت بتحارب باقصى قدرتك اللي انت ما تغلطش. ما في العربي في القراءه المتحرره ما تتخضش اللي انت مش فاهم الفقره، ان طبيعي ده النظام الجديد. الاسئله نفسها هتبقى سهله وتعرف تجاوبها حتى لو ما فهمتش الفقره زي السنه اللي فاتت كده. طيب انا صاحبي حلل بالثلاث اربع كتب وانا حرفيا ما خلصتش كتاب واحد. جماعه بجد مش بعدد الكتب، حرفيا كان ليا اصحابي كتير حلين بالثلاث اربع كتب وكتب معقده فيها اسئله من المريخ، وانا حرفيا ركزت على كتاب واحد بسيط جدا والحمد لله ربنا كرمني. مع اني بشجع ان انت اكيد طبعا تذاكر من مصدر واحد وتحل من مصادر متعدده اينما كانت، بس بلاش تعقدها على نفسك زياده عن اللزوم. جيت للحل بقى عن النصوص وقرات الاجابات، شكيت في اجابتين مثلا، هتقرا النص تاني شوف الانسب او الاقرب، مع انهم قالوا السنه دي هيبعدوا عن المترادفات والحاجات المتشابهه. بالنسبه للفيزيكس يا جماعه ما تتخضش لو لقيت شكل جديد للسؤال، فكره هتلاقيها عدت عليك، لازم تكون عدت عليك اصلا. اقول لك خليك كويس مع المراقبين عشان ما حدش يحطك في دماغه او يتلكك لك، دلوقتي بتحدد مستقبلك ومش فاضل لمناقشات مع اي مراقب او اي حاجه. طيب انا اصحابي هيشتروا سماعات ويغشوا ويجيبوا اعلى مني، لكن الناس دي هيعتمدوا على بشر زي، لكن انت هتعتمد على رب البشر اللي قادر يلهمك الاجابه الصح فعلا. لجانب كده انا عارف ناس فعلا دخلوا بسماعات وحرفيا ما جابوش حاجه عشان الاجابات اللي بتتبعت لهم غلط اصلا. انت بتراجع، بطل تشتت نفسك، المصدر اللي انت ذاكرت منه اول مره هو المصدر برضو اللي هتراجع منه عشان الذاكره البصريه بتاعتك تشتغل. حرفيا انت في الامتحان كده ممكن تعرف، انت ممكن ما تعرفش الاجابه بس انت من مكانها هتعرف الاجابه. ممكن في الامتحان ما تكونش عارف الاجابه ولكن من خلال الذاكره البصريه اللي هتفتكر شكل الصفحه كان عامل ازاي والكلمه دي انت قريتها فين في الصفحه تعرف الاجابه انهي وتختارها فعلا. كتيب المفاهيم لازم تطبعه وتتدرب عليه يا جماعه عشان ما ياخدش منك وقت جوه اللجنه. بالنسبه لموضوع لو حد لحد دلوقتي ما بداش هل هتلحق؟ يا جماعه خلينا نكون واقعيين، لو حد ما بداش لحد دلوقتي هو هيلحق، بس هيلحق ينجح مش هيجيب درجة كويسة، عشان زي ما انت فاهم النظام الجديد لا يعتمد على الحفظ بنسبة كبيرة، فانت من خلال الحل هتحل شوامل كتير وهكذا، تعرف شكل الأسئلة أو الأسئلة اللي موضع امتحان فعلا وتحاول تطور من نفسك من كتر الحل. بالنسبة للموضوع قبل الامتحان أراجع ولا حل؟ جماعة لو في شباتر معينة في المادة دي أنت أوريدي مذاكرها كويس وأنت كويس فيها، كنت كويس فيها، فأنت من أحسن طبعا اللي أنت تراجعها، لكن حرفيا في المادة دي في شباتر ما فتحتهاش أصلا، فأنا أنصحك بس تبص عليها مجرد قراءة بسيطة كده سريعة وبعدين تحل، وانت من خلال الحل هتعرف موضع الاسئله في الشابتر ده فين وتركز عليها، عشان انت فاهم الموضوع مش بيعتمد على الحفظ قوي وكده كده كتيب المفاهيم معاك. ولو عندك اي سؤال اكتبه لي في الكومنتات وانا هحاول اساعدك وارد عليك، ولو حد احتاج اي حاجه يبعت لي على الانستا وما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا، ربنا يكرمكم بكرمه ويديكوا اكبر من مجهودكم، وانا مستني في الكومنتس ناس تيجي بعد النتيجه ويكتبوا لي انهم دخلوا كليه احلامهم بفضل الله سبحانه وتعالى، بجد انا هفرح جدا. يا جماعه في حاجه اخيره عايز اقولها، ان محصله تعبك وسهرك مش هقول لك في ثالثه ثانوي بس، لكن في السته ابتدائي والثلاثة اعدادي والثلاثة ثانوي وهكذا هتجنيها يوم النتيجة بجد، فخلي ختامها مسك، فرح اهلك، فرح منطقتك، ما تخليش الناس اللي مستنيه وقوعك تشمت فيك. الفيديو الجاي هقول لك تيبس معينه في كل ماده تساعدك اللي انت تجيب فيها درجه كويسه، وهقول لك احسن طريقه للحفظ اكبر كميه في اقل وقت. وعندي طلب زي ما انا بدعي لكم يا جماعه، ادعوا لي، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، والسلام عليكم.